بشكر زملائي في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ان هم رشحوني ان انا امثلهم النهارده، والحقيقه سياده الرئيس شباب الاحزاب يعني بلغوني رساله بلغها لسيادتك، هم سعداء ان سيادتك اعلنت في فترتك الرئاسيه الثانيه اهتمامك ببناء العقل المصري، لان بناء العقل المصري ده هيعمل يعني نوع من الحمايه للشباب المصري من الافكار الارهابيه ومن محاوله النيل من الهويه المصريه. واحنا بنتفاعل مع حضرتك النهارده وبنقدم رؤيتنا للهويه المصريه، احنا هنقسمها على 5 نقاط. النقطه الاولى هي الهويه، تعريف الهويه. نمره 2 محاولات النيل من الهويه المصريه. ايضا هنتحدث عن تجسد الهويه المصريه في شخص المصري او في الانسان المصري. ايضا نتحدث عن رؤيتنا لمواجهه محاولات النيل من الهويه، وايه اللي بيميز الشعب المصري عن شعوب العالم، لان ده مهم جدا ان طلاب مصر وشباب مصر يكونوا عارفينه عشان يعرفوا هم قد ايه مميزين وهم مختلفين عن اقرانهم من الشعوب الاخرى. في البدايه، الهويه في اللغه العربيه اي ما هو؟ ما هو الذي يميز سين عن صاد او الشعب المصري عن بقيه الشعوب؟ والهويه هي اشمل من اللغه والدين، لان اللغه قد يتحدث بها اكثر من شعب، او يتحدث شعب واحد اكثر من لغه. ايضا الدين قد يؤمن به اكثر من شعب، وايضا قد يؤمن شعب الواحد باكثر من لغه. فالهويه لا اختلاف بينها وبين الدين او اللغه، ولكنها تشمل كل هذه القيم. يعني الذي يميز الشعب المصري عن بقيه شعوب العالم هي حاجات كتير، بس ابرز حاجه فيها ان المصريين القدماء هم اول من اخترعوا فكره الدوله، لان هم كانوا محتاجين ينظموا الري، وكان ده مرتبط بالنيل. فالحقيقه فكره الدوله المصريه كمان مش مجرد ان هو كان بينظم الري، لا، دي دوله قانون، في حين ان شعوب اخرى كانت بتعيش في شعائر وقبائل، كان بيحكمها الاقوى. طول عمر الشعب المصري رسالته رساله امان ودوله قانون، واحنا بنطبق القانون من الاف السنين. دي بداية. أيضا هناك ما يميز الشعب المصري عن شعوب الأخرى، نحن أول من صدرنا العلوم للعالم، صدرنا علم الفلك والرياضيات وأيضا علوم الحساب. فيثاغورس أقام في مصر 22 عام، سولون أستاذ القانون أقام في مصر أيضا أكثر من 15 عام وآمن بالديانة الأمونية، أفلاطون وأرسطو وغيرهم أيضا تعلموا في مصر وأقاموا في مصر. الحاجة الثالثة اللي بتميز الشعب المصري عن بقية شعوب العالم الموقع الجغرافي، وده يعني أكد عليه مفكرين كبار وأبرزهم جمال حمدان. فمصر نقطة تلاقي ووسطية في كل شيء، يعني إحنا وسط ما بين أوروبا وطريق الحرير، وأيضا جسورنا إفريقية، فإحنا وسط في الدين، وسط أيضا في احترام الآخر، بنحترم الجميع. وفي مصر انصهرت كل الحضارات. أيضا مصر بلد الديانات، فاحنا آمنا بالديانات الغير سماوية والسماوية، واستخلصنا منها قيم التسامح والعدل والإخاء والمساواة. الحقيقة في بعض الأمثلة المهمة جدا لنذكرها اللي بتجسد الهوية المصرية من المصر القديم للمصر الحديث. يعني مثلا في بعض احتفالاتنا في رمضان بنقول وحوي يا وحوي اليوحى. الحقيقة القدماء المصريين كانوا بيقولوا نفس الجملة، وحوي وحوي اليوحى، يعني مرحب مرحب يا حطب. يا حطب هي أم أحمس الذي هزم الهكسوس، والحقيقة أم الشهيد يعني حاليا هي حفيدة يا حطب اللي بتدافع عن الأرض. ودي رسالة بقى للي بيحاولوا ينالوا من الهوية بتاعتنا وبيقولوا إن الوطن حفنة من تراب عفن وطز في مصر، لا، طز فيكوا وألف طز. الأم المصرية أم الشهيد هتفضل تعيش تحافظ على الأرض وتحافظ على الشعب. وكمان هي مصنع الرجال، يعني هويتنا هي وحدة الأرض والشعب والجيش وكمان الشرطة المصرية. المثال الآخر أيضا، لا، الفلاح المصري البسيط، يعني إحنا الفلاحين هم أحفاد القدماء المصريين بأدلة كتيرة جدا، منها لما نقول الأرض المصرية رعرعت أو الأرض رعرعت. عند القدماء المصريين الأرض رعرعت يعني لمسها الإله رع، إله النماء والعدالة. فالمصري القديم هو اللي أورث للمصريين النماء، والفلاح المصري يردد ما كانوا يقولونه أجداده القدماء المصريين. أعتقد أن بعضهم لا يعرف هذه المعلومة، لكن الهوية بتتوارث عند المصريين من غير ما حتى يتعلمها. ربما يكون فلاح أمي، لكن الفلاح المصري بيضرب في جذوره الهوية المصرية وبقوة. المثال الثالث والأخير،
صعيد مصر، ايضا يعني اهلنا في الصعيد لما بيعملوا قرص الشمس. دي كانت عادة قديمة المصريين القدماء كانوا بيحتفلوا بيها، ان هم يعملوا قرص للشمس، وما للشمس رمزية عند القدماء المصريين. أمثلة كتير كتير جدا على هذا، ولكن نكتفي بهذا حتى ننتقل إلى محاولات النيل من الهوية، وده المحور الثالث من كلمتنا. هناك محاولات كتير. الاستعمار على الأرض فشل في أنه هو ينال من هوية المصريين، يعني ربما تكون دول تانية تأثرت بالاستعمار وبتتكلم باللغة الأجنبية والفرنسية، لكن احنا كشعب مصر ما تأثرناش بالاستعمار على الأرض. فالاستعمار لما فشل حب يزرع ما بيننا فتنة، الفتنة دي دعمه للجماعات الرجعية وجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات اللي بيدعمها الاستعمار حتى الآن. قيادتهم حاولوا ان هم يشككونا في الأرض، فقالوا رسالة الأستاذية والأممية، وحاولوا يجندوا الشباب ويستغلوا تردي التعليم والثقافي وحالة الأمية اللي كانت بتعيشها مصر في فترة الاستعمار، في ان هم يهزوا ثوابتهم ناحية الأرض المصرية. والحقيقة احنا نجحنا في 30 يونيو ان احنا نقول لهم رغم كل محاولاتكم في السنين اللي فاتت ديت، المصري هيموت كل يوم عشان أرضه، وكل يوم هنثبت لكم ان محاولاتكم في النيل من الهوية ستفشل. ايضا كان هناك محاولات اخرى تتجسد في حروب الجيل الرابع والخامس، وهي محاولات إثارة الشائعات وايضا الحرب النفسية. الحرب النفسية يا فندم هي حرب على الهوية. البعض بيتساهل عندما نتحدث عن الحرب النفسية ويعتقد انه نوع من التهويل او نوع من التخويف. لا، الحرب النفسية فتت الدول وأثارت يعني ما يسموها في ثورات في بعض الدول، لكن الحقيقة هي أثارت هذه الاحتجاجات ضد الأرض وضد الدولة. لكن احنا في مصر يعني بفضل الشعب المصري وتاريخه واجهنا كل هذه الحروب. لكن طبعا هناك بعض الشباب يعني في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في المدارس المصرية ربما بيتأثر بهذه الحرب النفسية وحروب الجيل الرابع والخامس اللي بيستخدمها بعض الدول عن طريق الآلة الإعلامية والثقافية. ودي الحرب الجديدة، يعني لأن الحرب على الأرض ما جابتش نتيجة، فخلاص بقى يدعموا الجماعات المتأسلمة والإرهابية ويستخدموا كل حروبهم بشكل متواصل. يعني ننتقل بقى لكيف نواجه محاولات النيل من الهوية. الحقيقة احنا عندنا توصيات، اسمح لي اقوم اقراها لان انا مش شايف من هنا، واضح ان الشاشة دي يعني مش هتقوم بالدور اللي بعده. عمرو بعد اذنك السلايد اللي بعده. من هذا المنطلق عندنا بعض التوصيات. تشكيل المجموعة الثقافية داخل المجموعة أسوة بالمجموعة الاقتصادية، وتشكل من وزراء الثقافة والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتنمية المحلية. دي يا فندم زي كده المجموعة الاقتصادية في الحكومة. لما تتكامل هذه الوزارات هنقدر ان احنا نحط استراتيجية ويبقى موجودين بشكل قوي في الوزارة مع المجتمع المدني في وضع استراتيجية للهوية الثقافية. ايضا الدعوة الى مشروع ثقافي وطني تحت عنوان الثقافة والهوية يضم كل المثقفين الوطنيين والمهتمين بهذا الشأن. مشروع لتشجيع السياحة الداخلية للمصريين بأسعار مخفضة وخصوصا المواقع الأثرية. نشر أكبر توعية بمشروعات الإصلاح حتى لا نترك مساحة للشائعات والأخبار المفبركة. تفعيل دور هيئة التنسيق الحضاري لمواجهة العشوائية في المدن والقرى والشارع المصري. إعادة النظر في الإعلام الحكومي والرسمي، حيث تمتلك الدولة تراثاً مهماً ونادراً من الأفلام والمسلسلات والبرامج الثقافية والتوعوية الموجودة في التلفزيون ومهددة بالتدمير والضياع للأسف. مراجعة كل المناهج الدراسية وتنقيتها من الأفكار التكفيرية والمتشددة، وإعادة الاعتبار لدراسة تاريخ مصر بكل عصوره دون تمييز. الحقيقة في مشروع أخير لتطوير هيكل وزارة الثقافة. احنا عندنا في وزارة الثقافة 6 قطاعات، لكن ما عندناش مديريات في المحافظات. فاحنا بنقترح مشروعين، مشروع مديريات الثقافة بالمحافظات والمجلس المحلي للثقافة. المديريات الثقافة بالمحافظات هو تعيين وكيل وزارة معاه كل الصلاحيات في المحافظة، حتى ننتقل من نظام مركزي للثقافة لنظام لا مركزي، نقدر من خلاله انه يبقى عنده صلاحيات كبيرة جدا وتقسم إلى إدارات: الإدارة العامة للخدمات الثقافية، الإدارة العامة للخدمات الفنية، والإدارة العامة للتنمية الثقافية، والإدارة العامة للتنسيق الحضاري.
بعد اذنك السلايد اللي بعده يا عمرو. ليه مديريات الثقافه في المحافظات تشتغل بشكل لا مركزي؟ تكون مهمتها اقامه معرضا سنويا للكتاب بكل محافظه، اقامه مهرجان الفرق المسرحيه على مستوى المحافظه، استضافه العروض الفنيه، عروض الاوبرا والمسرح، المسابقات الثقافيه والادبيه والبحثيه، التنسيق مع المجالس المحليه للمدن من اجل اضافه لمسه جماليه مطلوبه في الشارع، تنظيم المنتديات الثقافيه وتنظيم بنال المحافظه واسبوزيزم النحت بكل محافظه، وتنظيم معارض الحرف التراثيه والبيئيه، واستضافه المهرجانات الدوليه الثقافيه والنشر الاقليمي، ومساعده الادباء الشباب على نشر ابداعاتهم والتوسع في انشاء المواقع الثقافيه. المشروع الثاني يا فندم وهو التنميه المحليه الثقافيه، ده مشروع قائم على المجتمع المدني. ما هو مش معقوله نكون احنا كل حاجه هتقوم بيها الحكومه في الثقافه، ربما يكون ميزانيه وزاره الثقافه ضعيفه وما تقدرش ان هي تقوم بالدور المكلل بيها. انا اعتقد ان احنا رؤيتنا العمليه في مشروع التنميه الثقافيه المحليه دي بتضم يا فندم كل ممثلي المجتمع المدني من شباب سياسيين ومثقفين ورجال فن وايضا مبدعين وايضا رجال اعمال محليين. يعني احنا بنشوف كتير من رجال اعمال بيتبرعوا بوحده كلى او بيتبرعوا بمسجد، ده طبعا شيء مهم جدا، لكن مهم كمان ان رجال اعمال محليين يتبرعوا ببناء اوبرا في كل محافظه، ان هم يعيدوا اصلاح قصور الثقافه. احنا عندنا 400 قصر ثقافه في مصر، تقريبا 50-60% يعني فيهم بعض المشاكل، وفي انا عندنا قصر الثقافه شقه، مش معقوله انا نسيبها في قصر الثقافه في شقه لا في مسرح ولا في فنون نقدر يعني مساحه ان احنا نعلم فيها اولادنا الفنون وبعض المهارات الثقافيه واقامه الندوات. فاحنا بنقترح يا فندم ان المجلس الاستشاري دوت يعني يتم تشكيله ويضم ممثلين عن المحافظه والجامعه والتربيه والتعليم وشباب الرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعي ومثقفين وأدباء وشخصيات عامة من المهتمين بالشأن الثقافي، رجال أعمال بالمحافظة، شباب الأحزاب، شباب المبدعين والمثقفين، ممثلين عن شركات القطاع الخاص الكبرى والتي لديها القدرة على الدعم المالي، منظمات المجتمع المدني الكبرى في المحافظات. المهمة ودي آخر حاجة، أنا عارف إن أنا طولت. الوقت خلص بعد إذنك. المهمة خلاص يعني مهمة تشكيل مجلس المحلي الثقافة، وضع خطط عامة للثقافة بشكل عام في كل محافظة حسب طبيعتها. الحفاظ على الموروث الثقافي واحترام التنوع الثقافي لكل محافظة، ربط الثقافة بالتفاصيل اليومية للمواطن حسب خصوصية البيئة والجغرافيا بكل محافظة، وضع خطة للثقافة الجماهيرية ونشر الحفلات الاستعراضية والغنائية والموسيقية في القرى وفي النجوة وفي الشوارع العامة ومراكز الشباب، وأيضا استغلال مواقع وزارة الآثار والمدارس وجامعات ومراكز الشباب حتى لو بعد الظهر، يعني لحد ما نبني قصور الثقافة ممكن نستغل هذه المواقع وهي متوفرة ويقدر يقوم فيها هذه الفعاليات. أخيرا وضع خطة لتطوير وبناء قصور الثقافة ومراكز ثقافة اقتصادية على غرار دول أخرى. هذه المراكز الثقافية هتعمل حفلات فنية بأجر مادي لأبناء الطبقة المتوسطة، نصرف منها على تطوير قصور الثقافة إلى جانب مساعدة المجتمع المدني. وأسف للإطالة، شكرا فندم.